لقي المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني الذي اختتم في 24 من الشهر الماضي اهتماما في السعودية، وقد أشار أحد المحللين السياسيين وهو أحمد فتحي إلى أن حديث سي جين بين عن مبادرة الحزام والطريق في التقرير الذي قدمه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر من شأنه أن يزيد ثقة الدول المعنية بالتنمية، وتابع بأن الصين ستساعد في دفع تنمية اقتصاد العالم بحكمتها وذكائها تحت قيادة جديدة للحزب الشيوعي الصيني. قال المحلل أحمد فتحي إن الحديث عن مبادرة حزام الطريق ومجتمع مصير مشترك للبشرية في تقرير المؤتمر كان مثير جدا، حيث ذكر في تقرير تشكيل اقتصاد منفتح باتجاهتين الشرق والغرب والربط البري والبحري بين الداخل والخارج مع تركيز على بناء حزام الطريق. وفي هذا الشأن أشار أحمد فتحي إلى أن بناء مجتمع تنمية مشترك للدول المختلفة ومجتمع مسير مشترك للبشرية مهم خصوصا بالنسبة إلى الدول النامية، كما ستستفيد الدول المعنية من خبرات الصين في الإصلاح والمتاح وتصميم الحزام والطريق. عكفت الحكومة الصينية على إعادة إنشاء وهيكلة طريق الحرير وإنشاء بنية تحتية متكاملة لهذا الطريق وإبرام العديد من اتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك ما بين الصين وعدد 65 دولة ومن بينها حكومة المملكة العربية السعودية. طريق الحرير هو طريق سيترتب عليه إزالة جميع العوائق التجارية ما بين دول أوروبا وما بين دول آسيا وإفريقيا. كما قدر أحمد فتحي تقديرا عاليا القيادة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني التي تم انتخابها في المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني، مشيرا إلى أنها ستدفع الصين لتعزيز التعاون مع الدول عبر حزام الطريق ومساعدة السعودية في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني والرؤية عام 2030. والصين تنفق أكثر من 150 مليون دولار سنويا من ميزانياتها الخاصة على هذا الطريق، ده إن دل يدل على أنه سيكون طفرة كبيرة ومستقبل زاهر وكبير لحكومة الصين ولبقية الحكومات الأخرى ومن ضمنها حكومة المملكة العربية السعودية والهدف الاستراتيجي التحول الوطني الاستراتيجي للمملكة خلال الفترة القادمة 2030.